عقد اليوم في أبو ظبي المؤتمر الأول للتعلم المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من الشركة الدولية للأداء المتميز وبمشاركة استراتيجية من هيئة الإمارات للهوية، حيث تم الإعلان خلاله عن أول جائزة عالمية للمؤسسات المتعلمة. دعونا نتابع التفاصيل. وبناء الثقة في بادرة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، أقيم المؤتمر الأول للتعلم المؤسسي بحضور عدد من المختصين في هذا المجال، والذي يسلط الضوء على مفاهيم وممارسات التعلم المؤسسي وكيفية الوصول بالثقافة الداخلية للمؤسسات لأن تصبح مؤسسات متعلمة. وقد نشأ هذا المفهوم بداية في الولايات المتحدة الأمريكية وامتد إلى الدول الإسكندنافية والمملكة المتحدة، حيث تم نشر العديد من الدراسات والأبحاث، وقد تم تطبيق نظريات وممارسات التعلم المؤسسي في عشرات المؤسسات الكبرى مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والجيش الأمريكي وجنرال إلكتريك، وكذلك شركتي زيروكس وفيدكس. كما قامت حكومة الولايات المتحدة بتبني تلك المفاهيم وعدة دول أخرى مثل الصين وسنغافورة ونيوزيلندا وكندا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة. نحن في الوقت الحالي طبعا هو هذا المؤتمر نحاول من خلاله أن نحن نساهم أيضا في زيادة الوعي والإلمام بهذا المفهوم بشكل عام. المؤتمر في السنة القادمة بيكون طبعا أكبر وأوسع. نحن طبعا جدير بذكر بأن هذا اليوم نحن نستضيف أحد أهم المفكرين في مجال التعلم المؤسسي اللي هو البروفيسور بيتر سانجي. فكرة إنشاء مركز للتعلم المؤسسي هي فكرة مطروحة طبعا خلال المؤتمر، إن شاء الله نحن نطلع بتوصيات، وهذه التوصيات ستبين إمكانية تأسيس هذا المركز في دولة الإمارات إن شاء الله. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى هذا المؤتمر، وتستضيف الرواد من الباحثين والمفكرين في هذا المجال. كما تم الإعلان في المؤتمر عن أول جائزة دولية للمؤسسات المتعلمة، والتي تستهدف تشجيع المؤسسات على تبني مفاهيم التعلم المؤسسي والاستفادة من جميع أنشطة التعلم الرسمي وغير الرسمي. أصدر المستشار